السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking. يعني قبل ما نبدأ بعملية الـ Configuration وهذه الأمور، يعني نبدأ بال كما أقول في الأشياء الإعدادات وهذه الأمور. أنت لما تكون تشتغل يعني على جهاز سويتش أو راوتر بالواقع في الحياة الواقعية، اول ما تجيب هذا السويتش سواء بدك تستخدمه في راوتر او بدك تستخدمه في يعني عندك في الشركة او في محل او مؤسسة، اول عمل بتقوم فيه طبعا اللي هو بتشغل السويتش وتدخل على السويتش وبتحدد، يعني بتدخل الا ما يكون في اعدادات اذا كان طبعا مستخدم هذا السويتش. اما اذا كنت انت يعني اشتريته لسه بعده في غلافه يعني في الكرتونة تبعه فما في داعي يعني، لكن اذا يعني كان عندك هذا الامر فما عليك غير انك تعمل تدخل على السويتش. هنا حاليا لو حكيت له مثلا شو ستارت اب، لانه هذا يعني نقدر نقول ستارت اب ما في، ليش؟ لانه بعده جديد، تقدر تعتبره هالطولنا من الكرتونة يعني. لو حكيت له شو مثلا فيلان بريف، ما في فيلانز، هذول الفيلانز اللي بيجوا ستاندردز من يعني هذول مش محسوبات يعني، لانه بالعادة بيكون فيه خمسة فيلان، الفيلان الديفولت واربعة اللي هم العاديين، يعني هيك نيو 100%. يعني علشان نعمل هاي الشغلة في عنا كوبي، يعني حاليا لو حكيت له مثلا TIR مثلا NV RAM NV RAM مثلا include startup، بنشوف هنا عندك زيرو زيرو، يعني ما في اي شيء، ما في اعدادات، صفر. وحتى لو حكيت له مثلا DIR Unix include VLAN ما في، لا يوجد شيء. فبهاي الحالة انا كل اللي راح اعمله راح ادخل، اول شيء خلينا نعمل كوبي running config startup config، تمام. حاليا لو حكيت له DIR startup حاليا صار لنا، كانت لنا صفر صار لنا configuration. فلو حكيت له شو مثلا startup config، هاي شو startup config، راح يظهر لنا الاعدادات. طيب الان لو حكيت دخلت على الجلوبال كونفيجريشن مود وقلت له فيلان 10 فيلان 20 وعملنا اكزيت وعملنا كمان اكزيت مرة ثانية، لو حاليا حكيت له ايوه شو دي اي ار يونكس انكلود فيلان، فصار عندنا فيلان. طيب الان انا بقدر احكي انه هذا السويتش بده مسح لاعداداته بشكل كامل، فكل اللي راح اعمله راح اعمل ديليت يونكس، هاي علشان تعمل حذف لهاي فيلان دودات، نعم نعم. الان علشان اعمل ديليت للاعدادات فانا كل اللي راح اعمله اللي هو انفيرام ستارت اب كونفيج، هل انا هيك بهي الحالة بس بعمل ريلود فقط، هل انا قابل؟ نعم، اعمل ريلود. الان خلص يعني نقدر يعني تقدر بما انه بيئة يعني افتراضية كل تقدر انك تعمل عملية فقط اغلاق اطفاء، يعني بتطفي بتعمل ستوب بعدين بترد تعمل له ستارت او بتستنى عليه
يعني بعض الوقت بيكون هو دخل مباشر يعني. تمام. يعني هاي هي كل الأمر اللي أنت بتحتاجه كـ initial configuration. السلام عليكم.